شوفيني انا واحد انسان بسيط وتشاب ضعيف انسان درويش غادي نجلب الحيط فهمتيني استاذ وبتنبيع ونشري عندي محل وكريري سات ندير الطباشير معروف بينينا وتشاف معروف بابلو معروف بابلو طباشير شنو هو الطباشير الطباشير هو معنى اكله اكله عجيبه فيها البطاطا فيها البيض فيها الفرماج فيها التوابل ما معنى التوابل البصله مطيشه الروج كاشير وكيتشوب ومايونيز واتوتالوغ معاها انت معروف هنا بزاف والناس كيعرفوك بزاف شنو السبب الشباب هو بان انا واحد انسان شعبي وعفوي وعزيز عليا كلشي وتنبغي كلشي نبغي القبيح نبغي اللي ماشي قبيح نبغي الدرويش انا مع الناس كلهم تعرفوني وخوتي وكلشي تيتعاون معايا الحمد لله الحمد لله استاذ شنو دوزتي في حياتك دوزت العذاب والله ما تفكرنيش هاد الكلمه والله تقولهاش لي مني ما تتمي لقيت واحد من الناس اللي الحمد لله الله يرضي عليها دنيا واخره اما شي حوايج دوزتهم انا في حياتي معذبين والله شي ظروف صعبه الحمد لله واخا ظروف صعبه كانت معايا واحد المراه الله يرضي عليها شوف هي اللي تعاونت معايا هي اللي عانات معايا ما يعانيوش معايا والدي انا خوتي ما تعرفونيش دابا واختي عندي اختي ما نقولش لك وتعرفوني تعرفني وحده اللي سميتها عائشه ساكنه في سلام من غيرها تعرفني حتى واحد وواحد وحده فاتحه حتى هي اللي تعرفني شويه مره وليداتها طفولتك كيفاش دوزتي؟ طفوله دوزتها كي طفل مدرسه اللعب الشقاء مع بنادم الدور بيروري زدي كلشي الحمد لله الطفوله دوزتها مع والدي شنو هو البيروري؟ البيروري هو عباره عن تجيب واحد اللعيبه السكر وتمشي للجرده تدي العواد في واحد هذيك ومع الماء تتحرك وكان داك السيترون القديم عرفتي ديال الكارتون هذاك التوتالوغ تتقطعو في الجرب السرد سريكو فيش تيزمن تدي العويد راه ما عندك فاش كطيبو داك الشيء في الزباله داك الشيء حك ديال الطون تتسخن الماء وتتحرك بعاشق بعود باش ما جات علاش تشوفنا بلانديين حك ديال الطون كتشري نو ديك الساعه كان تيتلاح كبير تتلاح الشوكولات وداك الشيء اللي تمشي تاكل فين داك الشيء داك الشيء وليت دابا 400 الحاجه تبدلات الوقت يا كبي اتوتالوغ الوقت مشات ماشي مشات غبرات ديك الوقت اللي تعرف جات من وراها وقت اخرى وقت اللي عرفنا حنا ما بقاتش عمي والله ما بقاتش استاذ ما بقاتش الحمد لله دوزتي حقك في القباحه بزاف تعرفوني الناس قباحه الرجوله ما نديوش ديال الناس ما كاينش الرجوله قباحه كاينين فادي الحمد لله شنو علاقتك يعني دخولك لعالم الفيسبوك والعالم دخولي الانستغرام وداك الشيء هو الفضل تيرجع الوت الشرقي وليكيب اللي معاه فتاح والجيلالي خوتي هما اللي تعاونوا معايا وقالوا لي لا غتستمر وزاد واحد الاخ الله يسهل عليه من هنا ديديكاس ليه دون صلاح حتى هو تعاون معايا حتى هو مسكين وطلع معايا وتيقول لي انا نعاونك انا اي حاجه انا نعاونك تنشكرو بزاف ماشي درت هادشي كشهره انا مشهور بلا هادشي معروف اللي قلتي لي بولينا اتوتالوغ بطاطا يقول لك تنعرفو معروف انا معروف على الصعيد المغربي هاد الكلمه توتالور كتقولها بزاف حيت قريتها في ماطين تحضيري هي مات فرنسا بكري كنا نقراو في بلا بيبينيير ما يعرفوهاش هادو استاذ وحق الله اللي كذبك الله يعطيني السقوط والله وخدمت عامين ونص في ميريزكو الحمد لله خدمت سيكيريتي وكاع الناس يعرفوني كنت سيكيريتي وكنت نتعاون مع الناس وكاع الطب يعرفوني كاملين الفراملية من راس صحاب الراميد كلشي والناس بعدك من هذا المنبر وراه يوما غادي يدير كومونتير اللي تيعرفوني اللي تعاونت معاهم في سبيل الله في سبيل الله تعاونت معاهم وتا هما كان رد فعلهم ما نقولش لك منهم وكلاء منهم قياد ما تنعرفهمش منهم واحد المره كسيده ديال عين السوق البوليس شي 14 بوليس يجاو عندنا تروماتو وتعاملت معاهم وكلشي عزيز عليهم السقور ديال المعارف تيعرفوني السقور ديال الدرب تيعرفوني كلشي الحمد لله مالو الجرأة بينينك راك وليتي كداوي الناس لا والله الا تنداوي تنخيط وحق الله بعد ما في عيد كبير ما كانش كثير الاكتضاض على الميتسا فهمتيني وبزاف تروماتو تيجيبوا بزاف الطب ما تيقدروش حيت حنا عندنا شي وحدين في الشعب ديالنا تندوي معاك تلقى رجوله حيت قد قبيله هادشي ديال عندنا شي وحدين ديالنا في الشعب ما تيعرفوش احترام ما تيحترموش طبيب فهمتيني تيكون في كوميساريه تيقول لي الشاف نشد الصف هكا الشاف وعاد الطبيب تيخرج في عيني واش فهمتيني كي بغيتي الطبيب الطب تيخدم وانا نقول لك انا خدمت معاهم والله سيدي الا من احسن الطب هما ديال ميريزكو امن بالله وخدمت معاهم وناس تيخدموا بالشرف كاينين ان شاء الله لايلاي ولكن القلة حيت كاينين الناس واعرين تما ناس بروفيسورة واعرين بحال الأستاذة السوداي تبارك الله والصلاة على النبي باش نقول لك الله يسهل على ديك السيدة راه بوحدها
واخا بني لقيتي راحتك في هاد السوشيال ميديا، لقيتي راحتك في الانستغرام في اللايف الحمد لله لقيته، ولقيت الاخوان تيستاجوا معايا بسافة الاخوان دخلوا عندي. انت في ظرف 3 ايام درت 1500 بفضل خويا وتشار ايو الدون صلاح والدراري الحمد لله. وكاينين شي حباب تا هما بارطاجاوني منهم الجوك ديال الصحراء تا هو تنقول ليه من هاد المنبر راك خويا. دابا ملي كتدخل واش كتحس بالراحه؟ او الراحه تتفاجئ مع الناس، تيطلعوا ناس زوينين، اي واحد تيطلع تنطلعوا معايا احبابي خوتي واخا تيطلعوا معايا. دابا القله الحمد لله بديت نلقى اقبال. الشرقي خدمتي معاه في تعاوننا معاه في افلام ونتعاونوا معاه هذاك السيد ماشي شي واحد، هذاك السيد متواضع غادي اي واحد قال لي شي حاجه يتصور يمشي معاه، ماشي تصعب. والشرقي راه ماشي هو الفيلم، الفيلم راه كدور شخص خاصو يبين الشخصيه اللي الناس، اما ملي تجيو تشوفوا هو الشرقي والجلالي وفتاح شخصيه اخرى، ناس مؤدبين، ناس شكل، ناس واعيين. شنو الادوار اللي كنتي كتمثل؟ الا قلت لك واحد كلمه والله ما تطيع والله واد العواش الا كذب لك نعلة الله وعلي، بانه الشرقي ملي تيكون تيدير الفيلم ما تيحسش بيا انا تندخل في الدور، ما تيكونش حاطني تندخل ندير شي تويشيه في الدور وتيخليها وديما تنبقى معاه هكاك. كتمثل درويش ولا شرير ولا كما الى لقيت تنشوف هاد الدور من بعد كيدير تنسلت تندخل في التصوير وما تيصوروا حتى انا تبقى تنكون معاهم في الحوار. سيناريو بلا ما تحفظ بلا ما توتالوغ بلا سيناريو بلا انتاج بلا مونتاج بلا داك سبيك الوي بلا ما تدوي، جي ودخل ربي تيسر فهمتيني، وربي تيسر مع داك السيد. لقيتي راحتك معاهم؟ او تا هما خوتي ورا لقيت ماشي راحتي، شحال من حاجه تيتعاونوا معايا فيها تيقول لي حيد من هنا ما ديرش هادي عبد العالي ودير هادي وهادي وتيوجهوني للطريق الصحيح الله يسهل عليهم. هذوك راه خوتي نفديهم بهم. استفدتي بزاف؟ او بزاف او بالاخص الايامات الاخرى ما نقولش لك تيدوا معايا ويديوني ويدوروني وخويا عبد العالي وهادي زعما ما تخلوهم يديروا عليا كاملين. نقدروا نشوفوا بنينا عنده شي لاشين ديالو حتى هو ودير لنا افلام قصيره؟ غتكون لاشين وغتكون فيها محتويات زوينه ديال الكوميديا ديال الشيء، ما فيهاش نزار ما فيهاش الملوني ما فيهاش حسي ما فيهاش سبيك الوي كاع دوك داك الشكح دوك شلاضات المناضات شياطين الدنيا اللي حطوا بالدار في السوشيال ميديا، هذوك هما شياطين الدنيا ديال السوشيال ميديا اللي فهمتي اللي اتوتالوغ هذوك انا طالع عليهم، انا طالع على قبلهم هما سته لا ديك الاسم. نقدروا نشوفوا بنينا ندير شي فيلم ومعيط لولد الشرقي هو اللي مثلا يكون توا عنده شي دور؟ خويا هذاك راه ما يدوزنيش ندير 10 افلام يجي راه يعاوني هذاك بكل شيء بحياته يعاوني انا حيت عارف ولد الشرقي راجل وفتاح والجلالي تروا بياس اتوتالو بحال ترينكا الا حيتي واحد خاص يبقى واحد. شحال وصل مثلا النجاح ديالو ولد الشرقي؟ وتبارك الله 55 اللي ماك بغيت تحدي يا صاحبي، بغيت تحدي لي يا صاحبي حشومه عليك اصاح. شنو السر في هادشي اللي خلى انه مرضي الوالدين؟ والله الا مرضي الوالدين وتتعاون مع الضعاف هذاك الدري، والله الا مرضي والديه والدرب كله اي دار يبغي يمثل فيها تيعطيوها ليه هنا في خبارك بدون مقابل. هذاك السيد يتعاونوا مع ولاد الدرب هو تيبغى تيعطي ليه واحد السيد تيبغى شي طوموبيل طوموبيله تم 60. شنو هما المواضيع اللي كان كيلعب عليها ولد الشرقي؟ المواضيع اللي باغي الشعب اللي باغينا الدراري ديال دابا، المواضيع اللي كاينه اللي تنعيشوا حاليا في المجتمع هو اللي تيدير المواضيع اللي تنعيشوا في المجتمع هي اللي كاينه. كثرت الشفاره كثرت الضرب كثرت هادي وهو تيقول لهم هادشي اللي تنديروا ما تنبغيش الدراري الصغار يمشيو ليه فهمتيني ولا لا؟ وكاين رساله كيبعثها لها يعني شو فهمتيني ولا لا؟ هو دور ديالو تيبوري وفي نفس الوقت تيوعي المجتمع الدراري الصغار تقول ما ودي هادشي اللي تندير راه تمثيل ما ديروش بحاله. انت بنينا الا درتي الافلام قصيره شنو من المواضيع اللي ممكن انك تخدمهم؟ الكوميديا وشي مواضيع ما نقولش لك خليها غامضه تتشوفها ان شاء الله. تتبغي تزيد عاوتاني تدير شويه مواضيع شي حاجه زوينه غتقول فيها توتالور هذيك توتالور راه بقات الله فيو فهمتيني والله ما نكذب عليك الله يعطيني السو اوت تروا بيس عندي ما عند حتى واحد. شنو تقول للناس اللي كيتبعوك؟ تنقول للناس شوفوا تابوناو عندي راه ما غنخجلكمش وراكم خوتي وحبابي كاملين. ومن هذا المنبر تنشكر هيبه بريس تنشكر الناس اللي جاو عندي بزاف جزيل الشكر بانهم معانا وجاو عندي حتى لهنايا. والناس بيبلي كاملين تنقول لكم تحيه مع بنينا والشرقي وفتاح والجلالي والدور صلاح رن الشرن اتوتالوغ. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.